رمضان مبارك عليكم وعلى كل العراقيين، ويا رب إن شاء الله الأمن والأمان والصحة والسلامة علينا وعلى كل محافظاتنا العراقية، ويا رب إن شاء الله عراق خالي من أي وباء وأي أمراض تصيب أو تمر على أهلنا وعوائلنا وأولادنا وبناتنا، وعراقنا إن شاء الله نقول مرة ثانية بعدنا بخير. شو تقولين؟ يا بشكو ترى المستشفى اليوم هم تعارك؟ هسه انا حاكه وياك حاكه شيء، هسه فكيت حلقي انا، انت كل مكان تعارك وياي، انت شو تريد مني؟ احد داعي علي بيك؟ مستشفى مال اطفال يعني ما يحتاج قلبي متعارك. قلبي ديوجعني. منو موجع قلبي ديوجعني؟ منو موجع قلبك؟ شلونكم؟ اخباركم؟ اموركم؟ اليوم احنا جايين هالمستشفى، انا هدفي كله ببالي انه شلون راح نفرحهم. أنا هدفي ببالي اليوم لازم أفرحهم وأحس روحي فد امتحان كل الصعب. إحنا اليوم في مستشفى أطفال، يعني مستشفى الأطفال التعليمي، يعني مستشفى البصرة التعليمي لمرضى السرطان. هذا المستشفى خاص للأطفال. راح نروح اليوم نشوف الحالات الموجودة بالمستشفى ونحاول نزرع ولو ابتسامة بسيطة على شفاههم، حتى إنه نكون وسيلة أو غاية، وسيلة لغاية ذول الأطفال اللي سعادهم. طبعاً حبايبنا ومشاهدينا الكرام، نتمنى أنه نكون وياكم بحلقة مميزة من برنامج بعدنا بخير. أوقف لقناة. بس لحظة، شكو؟ مدري، دا أخطط. شو تخططين؟ خطط فرحانة. هم راح يشوفين واحد من ذول الأطفال تقولي تخطبني؟ والله خطبة. والله خطبة. أنت تخطبي له هو يخطبك؟ خطبة. اليوم ويانا شخصية أحد وجهاء البصرة اللي هو الحاج علاء المحمداوي، متفضلا ومتبرعا لأطفاله وأبنائه وأخوته من الراقدين في هاي المستشفى، مشكور وطبعا شكرا إليه، وتعبنا ويانا، وهاي مجيدة على أهل البصرة، أهل الكرم والطيب والمحبة والمحنة. خليكم ويانا أعزائي المشاهدين. أوقف، بقت كلمة بخاطري. يعني كل ساعة أتذكر إن شاء الله، كل ساعة. طبعا صراحة أني أدعو الجميع أنه ما تنقطعوا من هاي المستشفى، لأن حتى الناس اللي بيها أهاليهم ما عندهم تكاليف أو فلوس المستشفى، الناس الخيرة واللي عندها فلوس واللي ربي مفضل عليهم، أرجوكم تتوجهون لهاي الأماكن اللي هي المستشفى. للعلم طبعا هاي الراقدين بهاي المستشفى من الأطفال مو فقط من أهل البصرة، لا، بيهم من باقي المحافظات اللي هن يعني اللي عرفنا من الديوانية، من الناصرية، من العمارة، من كافة المحافظات هنا راقدين بهاي المستشفى. وخلونا وياكم وتحملونا بهاي الحلقة. إيه طبعا تحملونا، لأنه يعني طفل ويجي زجورة أو يعني شلون تقدر توصل المرحلة انه يبتسم. بس احنا شنو بعدنا؟ شنو بعدنا بخير، وان شاء الله بعدنا بخير. خليكم ويانا اعزائي المشاهدين ونشوف ضيوفنا. تعال اوقف، قول تفضلي. تفضلي. قول تفضلي. تفضلي. شكرا. خليكم ويانا، لا تروحون بعيد، وبعدنا بخير. يلا روح التمارة طلع قدام. اروح المستشفى. مستمرين ياكم أعزائي المشاهدين، واليوم مثل ما قلنا لكم حلقة استثنائية في مستشفى البصرة التعليمي أو التخصصي لأمراض السرطان والخاصة بالأطفال. يعني الطفل إحنا المتعارف عليه إذا
ابنك او اخوك الصغير او حتى ذا طفل يعني غريب ما تعرفه من يشوفه يتالم من فشي يعني ما عندك قلب وما عندك خلق انه هذا يتالم. فاحنا نتمنى انه اليوم هذا الجمال وذولي الشباب والاطفال الحلوين يعني نكون خفيفي الظل اولا عليهم، وثانيا ما اريد نتعبهم بالكلام، وثالثا شوي نزرع الابتسامه على شفايفهم. جيت عاد اعرفك على خطيبي. هم خطيبك انا؟ هم خطيبك؟ يلا تعال. تعال. هلا حبيبي. طبعا لا ننسى انه مشكور ومتفضل علينا الاخ الاستاذ علان محمداوي، متفضل علينا اليوم حضر ويانا وتكفل بالهدايا والتبرعات لأطفالنا الحلوين، وإن شاء الله هاي مو جديدة على كل العراقيين أو أهل البصرة خاصة. مرحبا، شلونك؟ شو اسمك؟ أنمار. أنمار؟ أنمار باوع. أول شيء الرجال يحكي بصوت عالي. مو خطبتك هذي. خليك قاعد يمك هاني. إيه. شلونك؟ شنو الجمال هذا؟ مثلي مزين، أنا مزين مثلك. ترى أنا أقلد هم أقلد. شو تحب يا نادي؟ باع طابة؟ أنا ايش قلت لك؟ مو قلت لك من يسألك قول له المين تحب؟ المين تحب؟ قول له بس تمارة. وقالوا إن أنت أجرأ واحد بيهم وبطل وسبع وجريء، شو ما تحكي؟ أنمار أنت من البصرة؟ زين، حافظ اسم منطقتك؟ بيا منطقة؟ وين ساكن؟ وين ساكن بالبصرة؟ بيتكم وين؟ ها؟ زين راح انزل هاي الكمامه واخذ ايدك وابوسها اولا، وثاني شيء رد يصير صديقك يصير له لا صير؟ لا انا ايش قلت؟ انا ايش قلت؟ ممنوع بس اني صديقي لو صديقها. ها ها اثاري حركتهم علي ليش انمار؟ زين انمار شنو اكثر يعني الالعاب تحبها مثلا؟ خمام مسدس وكذا وهالشغلات. مسدس لو سياره؟ سيارة؟ زين أقول لك تحب السيارة لو آني؟ سيارة. لا 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 سيارة لو آني. يمّ أوه يا رفض وإن شاء الله. ما راح تحصل سيارة. أنا أجيب لك سيارة ما لك دخل. تبي أصف؟ سجل بالمدرسة؟ أحسن. شلك بدوخة المدرسة ويومية تروح وتجي وقدوري دق بابنا، قدوري ما عنده شغل وعمل بس يدق بوب. الضحكة بها الابتسامة الجميلة. تعال أعرفك على خطيبي الثاني. ليش هذا؟ لا مو عندي واحد ثاني. كم واحد؟ هو خطبته هذا السرة كله لي. زين نسألك سؤال. احنا طبعا اهلك احنا اخوتك الكبار نتمنى انه هاي الابتسامة تبقى. اولا انت بطل سبع اريدك تبقى بطل. من اسمك انمار؟ قلت له انمار. ليش تشجع اي نادي؟ ريال مدريد ولا برشلونة؟ يناتو؟ زين عندي حال. ايه؟ تحب ريال مدريد لو اني اوه بس اريد اعرف ايش قد دافعت لرشون. والله العظيم دافع محبه من الله. تعال تعال ارفق خطيبي الثاني. تعال نروح بعيد. ها تعال جايين كل يوم السياره جتك محصله. تعال يا رب. هاي شنو النعسان ليش هيجي؟ مرحبا. اهلا. شلون صحه؟ زين. شنو اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله دائما الحمد لله وزين. احنا اليوم راح نضوجكم شوي انه حتشيك. احنا برنامج بعدنا بخير. شو تقول بعدنا بخير؟ لا لو ما بعدنا بخير كان ما رب العالمين يسخر لنا ناس انه يسالون، وهي طبعا مفتقديه يجوز باقي الدول وخاصه يعني دول عظمى متطوره انه مريض يبقى بالمستشفى ويطول علاج وكذا لكن ما حد يتواصل وياه. رغم شنو اسمك؟ زين العابدين. زين العابدين زيوني؟ رغم ما انه مستشفى والوضع حساس وكذا وشوف كمامات لكن اكو ناس تتواصل، اكو رحمه. احد يجيكم هنا؟ احد يجاكم قبل؟ يجونا. مثل منو؟ يجوا ابوي واخوي. ها يعني عائلتك امك وياك؟ ايه. انت ليش هيك مكسور راسك؟ اريدك تكون بطل. تعبان هو لان ما اخذ جرعه. انت ما اخذ جرعه؟ اليوم اخذت اربعة. أربع جرعات؟ لين بدينا بالمخطط الثاني. وسجينا وخذ. يعني اليوم طبونا الصبح سوينا مخطط وقعدنا براتنا.
مالتنا. زين اللي يعني اليوم يلا دخلت المستشفى؟ ايه لا انا قديم موجود مكمل مخطط الاول، بس بدينا بالمخطط الثاني. زيون انت ايش قد عمرك؟ عمره 11 سنة. انت تؤمن انه برحمة رب العالمين؟ اولا. وثانيا اي مجال من مجالات الحياة اذا تنكسر ما تقدر تستمر، اذا ما تكون عندك عزيمة ما تقدر تستمر. فاحنا نريدك قوي، نريدك بطل، يعني رحمة رب العالمين كلش قريبة لنا، صح؟ صح. واريد انه زيارة ثانية اشوفك بخير وتضحك ومرتاح ان شاء الله، وازورك البيت اجيك. ها استقبلني؟ استقبل. ما نخسركم، اسوي لي بيت شاي. الله يحفظك ان شاء الله. شو تشجع يا نادي؟ الريال. الريال ريالي. دعوه في الريال، قولي لي من تحب اني لو علي. والله موت. طب مو هي ما احنا اخذناها شفناها انه افترت عليكم حركتكم عليه صح؟ انا حركت. اه بايك صح، بيت كذب، هذا زيوني صديقي. اعمل نفسك ميت. زيوني؟ شنو اكثر اللعبة يعني تحب انه تلعب بهاي اللعبة؟ ايه لعبة. شنو اقرب شيء لك؟ اليوم راح نسوي مسابقات وراح نشوف هالمسابقات والجواز من يفوز بيه، اذا تفوز مرتين وثلاثة تاخذ جواز مال اربع مرات. انت ما عليك، خليك الفريق ما عليك. كل شيء كان تعطونا استقبله. الله باع القناعة، كل شيء كان تعطونا استقبله. يا بعد روحي. من عمره على عمرك ان شاء الله. ان شاء الله. بعد عندي خطيب. ها شلون شلون اسمع اسمع شلون شلون زوجتيها كلها زوجتيها كلها. ايه انا ايش قلت لك؟ مو قلت لك، قلت لك انه باع. انت شنو اسمك؟ حسين. ابا علي باع حسين باع. شلون كلام حلو اسلوب حلو، زوجتيها كلها. باع علي شلونك؟ الحمد لله. رمضان مبارك عليك. عليك ان شاء الله. شنو الجمال، شنو الشفقه الحلوه والتيشيرت الاحمر. لا والاناقه والعيون. باع العيون. ابو علي انت بالمدرسه؟ ايه. بيصف؟ لا المتوسط. اه حلو. اه بالاول المتوسط. قبل عدي سنه بالسادس. شنو شريت تقول علي؟ ايش بيك انت؟ ليش بي يعني ما حد فنون وقعد ست سنين، شو لك دخل؟ ما حد فنون؟ ايه. ست سنين؟ ايه. ليش مو شهاده حلوه؟ هيك كيفي ما ارد اقعد الصبح. على كيفك ابو سعد. لا تخلي تعرق قدام الجهال. صدق كذي. يعني خاطرك راح اسكت حبيبي. خطيبي. ابو علي. شنو الاخبار هنا بالمستشفى يعني؟ اكو رعاية؟ ان شاء الله. مهتمين بيكم؟ مهتمين بيكم صدق. مالك علاقة بالكاميرات احكي؟ لا احكي. منو ياك هنا بالمستشفى راقد؟ امك ابوك؟ اي امي. احنا دائما امهاتنا مشلوع قلبها من ورانا. لو وكحين، لو نتمرض، لو مسوي لنا مشاكل ويا الجيران، مو صح؟ صح. بس امك معطيتك طاقة ايجابية لو هم تبكي يمك وكذا. كلها طاقة إيجابية. ايه ها؟ كلها طاقة إيجابية. عافية في دول عمرك. لا تخلي أي واحد يكسر واسك ولا واحد يبكي يمك. أنت بطل؟ وأنت حسين بعد أبو علي. إن شاء الله. ماشي حبيبي؟ ولا تنسى خطيبتك بظهرك. إن شاء الله. إن شاء الله خطيبتك أنت بعد تو جماعتك كلهم ما إن شاء الله. إيش قصر لك هنا؟ هذا الشهر الثاني طبعاً. الشهر الثاني؟ إي تطلع تطلع برا المستشفى بالشمس كذا. نطلع صار ليام تارك صار عندي علاج مكثف والله. علاج شنو؟ علاج مكثف. بس هسه الطيب ان شاء الله والصيف زين، لان انت متفائل ان شاء الله. وسبع واكبر بسرعه حتاخذ. انت رياضي؟ رياضي تلعب طاوله؟ اه ما نمشي. انت رياضي؟ انت مين رياضي؟ شلون جابك على الرياضه؟ انت العراق بالدعابل. بالدعابل مو طاوله. ما حد يغلبني وكنت اغلبهم حتى اذا اخسر الم الدعاب والاطفر. نفسي هاني بتتيجي. ابو علي اي نادي شجع؟ برشلونه. برشلونه اللون المفضل؟ المفضل ابيض. ابيض وقلبه ابيض. ابيض نفس وجهي الابيض الحلو اللون نفسي بالضبط. من حسين ابو علي وهاي الطاقات الايجابيه. لا اكو واحد قال لي قال لي قال لي وقفه شوتي حلوه، قلت له شلون؟ كان يقول بس اخري كمامه. كان يقول حلوه. تعال شوف هذا الحلو. هو اللي قال لي زي كمامه اشوف حلوه. انت قلت له حلوه؟ انت شو اسمك؟ محمد. ابو جاسم شلونك؟ زين. زين؟ شنو هذا البنطلون العسكري الجميل؟ والتيشيرت الحلو؟
عمود ايش قد عمرك؟ 6. 6 سنوات؟ طولت العمر ان شاء الله ابو علي. اوف ربي مشاهدينا وهنا وناسنا، احنا اليوم شوي نريد الموضوع بطاقة إيجابية، وإن شاء الله رب العالمين ما يخيب ظن أي مسلم. نقول لكم بعدنا بخير ونبقى بخير، وخليكم ويانا، لأنه حتى الناس اللي ويانا تعبوا من الوقفة ومن ضيوفنا أكيد تعبوا. خليكم ويانا بعدنا بخير، فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين بالحلقة ورجعنا وياكم، بس اليوم وياي فد عروسة أمورة تجنن. أول ما قعدنا قالت لي روحي من الدنيا طمورة أنتي. مو أنت قلت لي ما قالت لي أعمل نفسك اللهم لا شماتة. شفتي قبلني شي سوى بي دوما بتشيني. شنو اسم الجميلة؟ أزهار جبار. ها؟ أزهار جبار. أزهار؟ أزهار يما. أزهار اسم على مسمى. أنت ما لاحظت في الشغلة باع الكمامة وردية، باع التناسق، باع الرصاصي والكابوي، لك في ديئة تاني. هن احنا هيك البنات ترى، مو كل البنات. شنو قصدك؟ يعني اكو بين بنات واكو بين جبار. يعني شو قصدك؟ قاعد اذكر عليك زهورة. تبي اصف سادس تجاي؟ شاطرة نص ونص مثلي يعني مثلي نفس الشيء. ما دام قالت نص ونص يعني كسولة. لا مثل ها قولي شاطرة يعني زين يعني شنو؟ سبع سنوات. سبعة؟ زهورة صار لنا هنا سبع سنوات. ليش تبكين حبيبي خالص؟ ماكو بكي، احنا قلنا ماكو بكي، ولا نسولف نضحك نتشاقى. منو ياك هنا نزيل؟ أمي. الله يخلي لك أمك إن شاء الله. أو أنت بطلة وحبابة وهذا الجمال هذا زين. شو تتابعين؟ شنو من أعمال تلفزيونية برمضان؟ فشي نوت يعني مسلسل شو تابعت يا مسلسل؟ تابعت فشي رامز. ها؟ رامز؟ رامز كله كاميرا خفية ومقالي. شو تبعين رامز؟ باع علي. شو تسوين برامز؟ شو تبعين رامز؟ باع علي يعني اثنينكم عادي حلو. لا ماكو اثنينكم، بس أنا بالدنيا ماكو أحد مثلي. اوكي زهورة اوكي اوكي. من بعد من اهلك يجي يزورك؟ ابوك؟ ابو شهيد. شهيد؟ شهيد بالقوات الامنية؟ لا داعش، حرب داعش. ها بحرب داعش. انتو بالاصل من محافظة البصرة؟ شت انه اوكي نسألك، احنا اسفين اول يكون تعبانة. لا عادي مشكلة. جيد. قلنا انه تحب رامز جلال، ما تبين علينا مسلسلاتنا يعني تمارا اعمالنا؟ ما اعرف قناتكم يعني. زين هسه هذا برنامجنا اسمه بعد بخير، بعدنا بخير على قناه زاغروس. نتمنى انه تطلع الحلقه تتابعينا ان شاء الله. اوكي تقولين ذولي اصدقائي واخوتي جوني لهنا. لا قولي بس تمارا جت معك بي. انا علي فرحان. انا تمارا جمال. زهوره شنو بنات مثلا تحب الوان لون تحب لعبه؟ شو تحبين من اللعب؟ هاي العرايس ما اعرف شو اسمها. ما احب الالعاب هواي ابد. ليش؟ شنو اكثر شيء قريب اليك مثلا؟ يعني اكثر شيء تسلين به العاب او تلفزيون؟ نقالي. تليفون نقال. نقال؟ حلو. بس لا من جماعه البوبجي غير رامز مثلا بوبجي شيء هيك ماكو؟ اتابع ايش العفو العب بوبجي. تلعبين بوبجي؟ ايش قد تقييمك؟ صرت جماعة البوبجي بيناتهم. إيه. يعني قصدي مستوى لو أربعة. سجل آي دي ماتي تشلوب أربعة عن اسمه. إيه تعبركم كذب اسمها بالبوبجي تشلوب أربعة بس تتعارك ويا الولد. أنا أحب البوبجي. لا تنسين هذا الاسم تشلوب أربعة. إيه البوبجي سطش الآي دي ماتي نلعب سوا. بس خوش ألعباني مو عبالي تيجي يعني أموتهم للبواتة من ينزلون. بواتة؟ إيه. من البواتة كلهم فورات ثلجية وما ثلجية وهالشكل وحركات ورمانات ودخول. يا بنتم علي كيفك يا تاجر الأسلحة؟ كلهم فورات. تطلع علي اسم تاجر الأسلحة شنو يومه؟ كلهم فورات. على كيفك عيني. من زهورة جميلة. إيه. إلى تمارة حلوة جميلة دمشق. إلى أكو طبعا هناك نشوف أمنا. أكو وين؟ نروح هناك الحجية. وين الحجية؟ هذيك. هذيك هي؟ سرح بعد نعوفه تعال خلنا اسلم تعال. السلام عليكم. هاي
طيب. شلونك مشكيلة شلونك؟ زين. شلون صحتك؟ حبيبة عمري شو أخبارك؟ زين. شعر الحلو هاي. تعبانة اليوم أنتي؟ ما شوية هذي. ماخذة جرعة؟ لا بطلة. مع الألوان مع التراكش شلون حلو باي. مع اللون البرتقالي والسماي. شنو اسمها؟ شو اسمك؟ فاطمة. بعد عمري. فاطمة. إيه. عمرك بعد. فاطمة. فاطمة. كل فاطمة حلوة. فاطمة أنتي نام من البصرة؟ إيه. تعرفين المنطقة الساخنة فيها وين؟ إيه بدية. وين؟ بدية. حلوة المنطقة؟ بدية إيه. جنين. هي البصرة كلها حلوة. أي والله صدق. فاطمة بالمدرسة؟ إيه. يا صاحب. أول متوسط. يما بابا شطارة. أول متوسط. إحنا باعي إحنا أنتي شوية تعبانة. إحنا ما راح نتعبك راح نسلم عليك وبعد شوي بس عندنا فقرات ولعب راح نلعب. وين تدفي ما أقدر. ها؟ تدفي. شبي؟ الخدار علي. خدار؟ يعني إحنا آسفين كلش آسفين من عندك أوكي؟ ما راح نتعبك بس نقول لك جينا نشوفكم شوف هالأشكال الحلوة هذا الشعر الحلو. وأريد تكوني قوية وعندك إيمان برب العالمين ماكو واحد يكسر هذا الإيمان أوكي ولا أشوف دم عبوك هيك أنت كل ما تكوني قوية طيبين على السريع ماشي؟ وحب الدنيا تونسي بالحياة أوكي؟ حبيباتي ربي يحفظك إن شاء الله يلا باي باي أروح فطوماني أنا حرح يما هذول الخطبتهم الله يحفظها إن شاء الله تعالي ناكل تمارا حليم الحجي يلا ناخذ الحجي حتى نسأل يلا شلونك يا امي شلونك حبيبتي شلون صحتك مستمرين بعدنا وياكم برنامج بعدنا بخير علي فرحان تمارا جمال يوم ويا أم عزيزة والله يحفظها يطيها صح العافية أم منو؟ قلبك أنا أم زين العابدين أم زين العابدين يفيدون أمك حبيبتي أم زين صارت ايش قد هنا؟ هذا الشهر الثاني الشهر الثاني؟ إن شاء الله شلون أخبارك؟ الحمد لله زين يتحسن شوي يتحسن؟ إن شاء الله يا الله يا رب العالمين شلون بدت الحالة عندي؟ شلون بشكل؟ أتمرض يعني وطلعت أعراض عندي إيه وسوينا تحاليل وهاي قالوا إن هذا البيه نسبة قليلة لو كبيرة؟ لا والله كبيرة يعني كلش وصل الموت والله حياه انت باقي وياه هنا بالمستشفى ان شاء الله جماعة وفا يا بعد عمرك يطول عمرك يا قلبي طيب العافية ان شاء الله ان شاء الله للجميع الله يعطيهم الصحة والعافية المستشفى ما مقصرين ويانا لا الحمد لله والشكر ما مقصرين ويانا انت قوية ان شاء الله حين الله واهل البيت يا الله الله يا الله يا رب بجهود هاي الناس الطيبة يوجعك قلبك هنا شلون ما نام ليلي أم يا الله ربي يشفي هاي العالم انت عائلة هناك جهال يعني بحتهم وإحنا أنا ما أقدر أعوفه لازم زين قالة وقت أخذ الجرعة يتأذون يتأذون حيل سؤال عليهم كلش الله كريم زين خالة شون المصاريف الدم شون الله مدبرها عندكم معين أنتو الحمد لله والشكر يعني أبوه أبونا كاسب كاسب أيوة. العشنون الله مدبرها والناس الطيبة غيرهم جيد عندك أولاد يعني نعمة عندي سبعة سبعة ما شاء الله سبعة وبنية في دول قلبك ولا يحرمك من واحد في دول عمرك الله لا يحرم أم من والدتها أيوة أيوة. أم الله يشافي كل مريض بجاه الحسين الشهيد وجودكم يا عيني أريدش سالمة محتاجة وقفتكم وطيبتكم خلاص احد يجي لهنا انا عافيه يعني مثلا حكومه احد ناس اي مؤسسات يجون متبرعين بس مؤسسات اي يتبرعون يعني انتم مثل انكم ما يجي مثلا يعني مثلا نقول دوله رئيس الوزراء او شيء لا لا بس انتم الطيبين مثل وجوهكم والله اهل الخير في دول قلبك يا رب استر عليكم ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله يعني خاله اتمنى ارجع لهالمستشفى الاقيهم كلهم طالعين ان شاء الله زينين يا رب يا رب العالمين بعد وترى الطفل ياخذ قوته من امه وانا ادري انت متحمله يمكن واقفه على اعصابك الحمد لله والشكر الله يحفظ لك يا ويخليك ان شاء الله يا بعد عمري يا مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين بجولتنا في هذا المستشفى وهاي الورود اللي احنا بنصهم
أتمنى لهم يا ربي الشفاء العاجل والصحة والسلام، ويبرد قلوب هاي الأمهات اللي هنا قوة عندهم سبحان الله مو طبيعية، في سبيل إنه ما يقهرون أولادهم. يعني القاعدين ترى النسوان اللي هنا لازمين دمعاتهم قوة، فالله يصبرك ويصبر كل الموجودين يا رب، وترجعن فرحانات يا رب للبيت. سلمك الله.